بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي نشرح المشروع بتاعنا اللي احنا شغالين عليه اللي هو الاير تريتمنت كنترول سيستم، اللي هو بيعمل ببساطه اليوم دي كنترول سيستم. دلوقتي هنخش على السيستم. ابتدي في الاول هرفع باور على كل الاوتبوتس بتوعي شغالين كلهم 220 فولت. ابتدي اخش انتر. دلوقتي ظهرت لي سكرين فيها شويه اوبشن اول اوبشن اللي هو الادابتيف، تاني اوبشن اللي هو الابلس، وكذا حاجه. الحاجات التانية غير الادابتيف دي عباره عن السيت بوينت، وسيت بوينت للتمبريتشر والهيومتي متسيفه جواها. يعني مثلا لو انا هدوس على الابلس يبقى انا كده حطيت سيت بوينت 0 تمبريتشر وسيت بوينت هيومديتي 90. فبالتالي انا هرجع تاني هوم، يبقى انا دي لو انا دوست على الابلز يبقى انا كده هشتغل عند السيت بوينت دي، هشتغل رن والسيستم هيوصل عندها. الادابتيف انا بحط سيت بوينت للتمبريتشر انا اللي عايزها، سي اللي احنا هنحط مثلا 30، والهيوميديتي انا هحط 65. تمام. دلوقتي في عندي شويه حاجات هقراها. دلوقتي عندي الاوتر هيوميديتي دي انا بدخلها مانوال بالسنسور اللي معايا بره، عداد كده رطوبه، ايوه قارئ دلوقتي 64 درجه 46%. الهيوميديتي جوه دي اريا من السنسور، دي جوه الاوضه اريا هيوميديتي 50%. الاوتر تمبريتشر مش هحتاجها غالبا لان السيكونس بتاعنا بيظبط هيوميديتي الاول، وبعد كده الانر تمبريتشر بتتظبط كلوزد لوب، فمش محتاج ادخل اوتر من بره. دي الانر تمبريتشر دي بتتقري عندي من السنسور، واريا دلوقتي 27. دلوقتي هنبتدي نشتغل. هدوس جو. انا دلوقتي متوقع الانر هيوميديتي قليله عن السيت بوينت، فانا متوقع اشغل هوموديفاير والريسيركوليشن عشان ازود الهواء اللي جوه للرطوبه، اوصل للرطوبه 65. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بالجو. في الاول هنبتدي دلوقتي اللي اشتغل الجيت اشتغلت، وبعد كده الهوموديفاير والريسيركوليشن. هنشوف دلوقتي الهوموديفاير فرنس دلوقتي، ده عداد، ده ترند للرطوبه جوه. فهي دلوقتي واضح اللي هي بتزيد حد، يعني جزء صغير جزء، يعني على حسب. هي دلوقتي شغاله معايا في الزياده، هتفضل تزيد معايا لحد ما توصل للسيت بوينت. ان شاء الله لو وصلنا للسيت بوينت هيروح السيستم يعدل اوتوماتيك التمبريتشر. هنروح للهوم. دلوقتي وصل للستين. دلوقتي هيزيد معايا تدريجيا. تمام جدا. هو دلوقتي الهيوم دي جوه بتزيد تدريجيا، المية من فوق شغالة ريسايكليشن عن طريق بتروح للبامب، وبعد كده البامب دي بتزود لي الهوموديفاير بتاعها. ده الهوموديفاير بتاع دي بتشير للبامب بتاعت الهوموديفاير. فبالتالي المروحة البامب بتاعتنا شغالة، والمية لازم تكون متحضرة لها دايما. دلوقتي عندي جرافيكال فيو، هشوف ايه اللي شغال عندي جوه السيستم. هو دلوقتي وصل للسيستم، وصل للهيومت. دلوقتي بعد ما الانر هيومت اتحققت، دلوقتي هيظبط السيستم. دلوقتي شغال هيتر عشان يخلي الانر تمبريتشر تزيد لحد ال 30%، 30 درجه. دلوقتي الهيتر شغال والريسايكوليشن. الانر تمبريتشر بتزيد تدريجيا.
من المعروف ان الهيتر ما بيوصلش لدرجة الحرارة المطلوبة منه او الباور اللي هو مطلوبة منه، يعني في مرة يعني لازم ياخد تايم عقبال ما يوصل للتمبريتشر او للباور اللي انت منتظرها منه. هروح دلوقتي للجرافيكال فيو. الجرافيكال فيو ده بيوضح لي ايه اللي شغال جوه السيستم. انا دلوقتي الهيتر والريسيركيليشن انا عايز اشوف فين بالظبط، واشوف البوابات اللي عندي جوه السيستم ايه اللي شغال فيها. اخش دلوقتي على الجرافيكال فيو. الجرافيكال فيو دي عباره عن الاوضه، دي عباره عن الاكزوست فان بتاعه الدرايف. دلوقتي الدرايف مش شغال لان الرطوبه وصلت للست بوينت اللي انا عايزها، تمام. وادي درايف الانر، ده بيدخل لي الاتش الفريش اير عن طريق الدرايف ده. الاثنين انا مش مستعملهم لان الهيوميديتي اتظبطت. انا اصلا كنترول كلوز لوب على الهواء اللي جوه بحيث ارفع درجه حرارته واوصل للست بوينت. دي الاير تريتمنت يونت بتاعتي. الاير تريتمنت يونت دلوقتي عايز اشوف ايه اللي جواه. هكليك دلوقتي جيت الهيتر اللي تفتح مسار الهواء يخش على اتجاه الهيتر. وادي الهيتر اهو شغال، الهيتر بتاعي شغال دلوقتي، تمام. هرجع باك، هرجع للهوم، ارجع للادابتيف، هشوف الترندز ايه نظامها. واضح ان الرطوبه تقريبا بتقل سنه بسيطه، جزئيه بسيطه. بعد كده التمبريتشر بتزيد بجزئيه بسيطه. هرجع تاني اروح للهوم اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. التمبريتشر دلوقتي وصلت لل 28. احنا ظابطين تولرانس في حاله الهوميديتي، ظابطين تولرانس دلوقتي واحد درجه. دلوقتي السيستم وصل للتمبريتشر، هيروح وصل للتمبريتشر المطلوبه منه خلال التولرانس ده، هيروح يظبط في نفس اللحظه اثناء ظبط التمبريتشر الهيوميديتي باظت. واضح ان هي بقت 59 و56، فالست بوينت بتاعتي راح. دلوقتي السيستم اوتوماتيكالي بيشغل الهوميديفاير والسيركيليشن عشان يزود لك الرطوبه تاني. دلوقتي الرطوبه بتزيد تدريجيا. طبعا انا واخد تولرانس للتمبريتشر واحد درجة، دلوقتي هي 29 وكسر وهي 30، يبقى انا دلوقتي حققت التمبريتشر ست بوينت، تمام. دلوقتي الانر هيوميديتي بتزيد معايا، انا منتظر ان هي تزيد لحد ال 63 تولرانس. 63 كده السيستم وقف اوتوماتيكالي. انا دوس ستوب كده خلاص، انا مش عايز حاجة من السيستم.